تعرف على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف عبد الحميد أحمد، المحامي بالنقض، الأمين العام للجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، ورئيس لجنة الخدمات النقابية بنقابة المحامين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة على المستوى العام. حضرتك، في مشكلة طبعا على السطح دلوقتي وشغلة الرأي العام، وهي القضاء والمحامون. فما يعني وجهة نظر حضرتك في الخروج من هذه الأزمة؟ والله الخروج من الأزمة يحتاج إلى العقلانية. فنحن كما تعلمنا وكما تعودنا بأننا نجل القضاء المصري ونحترمه ونقدره، لأنه هو البقية الباقية في هذا الوطن، ونحن دائما نشيد بالقضاء المصري. وفي ظل الظروف الراهنة وعلى رأسهم شيخ قضاة مصر رئيس المجلس الأعلى للقضاء مستشار حسام الغرياني، هو والقضاة الشرفاء الذين يعون جيدا أن مصر في ظل هذه الظروف الراهنة لا تحتاج إلى ما يحدث. فالذي يحدث الآن لا يمت للقانون بصلة، فليس هناك الوقت المناسب لكي يتم طرح مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية. وهذا الأمر نحن نقر بأن لهم الحق في أن يقروا قانونهم، أن يكون لهم سلطة قضائية مستقلة، ولكن يجب ألا يتعدى ذلك إلى الخوض فيما يمس المحامين. فالمحاماة والقضاء سواء، لهم درجة واحدة من الحصانة حتى يستطيعوا أداء دورهم، هو كقاضي جالس يحكم، وأنا كقاضي واقف أدافع وأؤدي دوري وفقا لصحيح القانون. فكان لزاما على أن يكون لهذا الموقف حد مناسب ونهائي حتى تعيش مصر وتخرج إلى بر الأمان من هذا الموقف الذي أدى إلى انشراخ عميق في مرفق العدالة، القضاء والمحاماة. الأمر هذا حدث، وأن ما حدث يوم الجمعية العمومية الخاصة بالقضاء، فهناك شاهد عيان وحضر إلى مقر نقابتنا بدار القضاء العالي أستاذ محمود بكري، وشهد شهادة حق وأقر بأن المحامين لم يكونوا متواجدين داخل دار القضاء العالي، وإنما هناك كان تجمهر من بعض المواطنين وبعض المحامين خارج أسوار دار القضاء العالي. وقرر بأنه كان مع المستشار حسام الغرياني وبعض المستشارين، وسمعوا أصوات طلقات نارية فبدروا بالخروج، فوجدوا أن هذه الطلقات صدرت من بعض القضاة ووكلاء النيابة، وهذا لا يليق بمرفق القضاء والنيابة الذين نجلهم ونقدرهم ونحتكم إليهم في قضايانا أن يقوموا بمثل هذا. يقولون أطلقوا النار خشية من الذين يهاجمون الجمعية العمومية. لا يستطيع محامي أن يهاجم زملائه. ومسكوا بعض البلطجية متواجدين مع فصل المحامين. يا فندم، ثبت أنه ليس للمحامين صلة بهذه الأحداث، إنما ما حدث لا يمت بأي صلة لأي زميل من زملائنا المحامين، وأن هناك بعض من الزملاء كانوا واقفين خارج دار القضاء العالي داخل أسوار القضاء العالي، ولكن أراد القضاة ووكلاء النيابة أن يستعرضوا قوتهم فأطلقوا الطلقات النارية في الهواء لإرهاب المتواجدين خارج الأسوار أو كيفما يزعمون. ولكن لابد من وضع حد نهائي لهذه المشكلة. السلطة القضائية لها الحق أن تناقش قانون السلطة القضائية بشأن استقلالهم، ولكن دون المساس بأي نصوص تتعلق بالمحامين، لأن
قانون السلطة القضائية. تتكلم على رقم القانون رقم 18. المادة 18 هم قالوا وغيرها. المستشار عصام الغرياني قال خلاص هذا الأمر انتهى. ماشي، نحن نقر ما قرره المستشار ونشيد بدوره لأنه هو الرئيس الأعلى وهو صاحب السلطة في إصدار القرار لقضاة مصر، فكونه يقر ذلك فقراره نافذ وملزم للجميع. إلا بقى المشكلة إيه بقى؟ المشكلة ما زالت، فهذا القانون يجب ألا يناقش في ظل هذه الفترة العصيبة. رئاسة الوزراء أصدرت قرار بتعليق إلى بعد انتخابات مجلس الشعب. على هذا الأساس، على هذا الأساس نحن نقتنع بهذه الوجهة لأنها تصادف صحيح القانون، سواء مجلس الوزراء أو المجلس العسكري أقر بأنه لن يتم مناقشة هذا الموضوع. ولكن إحقاقا للحق، لماذا يحاول القضاة إثارة زملائهم المحامين بامتناعهم عن عقد الانتخابات أو الإشراف على الانتخابات لنقابة المحامين ومحاولة تسييس الأمور لمصلحة من؟ إذن مشكلة الإشراف القضاء على الانتخابات؟ لماذا يضربون ويعلنون عن أنهم يمتنع عن الذهاب إلى المحاكم لأداء عملهم؟ فهو موظف عمومي ويجب عليه. وقال اللي في بعض المحامين هاجموا بعض القضاء وهم يقاضون يحكمون في القضاء. ليس هذا الكلام بصحيح، لأن المحامي يعرف حقوقه وواجباته، وإنما هو يتوجه لمحضر الجلسة ويقر أمام القاضي بأنهم يضربون عن العمل. وهذا يقول الناحية الأمنية لا تسمح بممارسة عملهم في ظل الأوضاع اللي هي تعرضوا لها. هل شاهدت أن أحد المحامين أطلق أعيرة نارية في المحاكم؟ هل أي من الصحف أثبتت أن محامي اعتدى على قاضي أو وكيل نيابة؟ فهذا الكلام غير صحيح. ولكن لابد أن نحسم الأمور، يجب على القضاء الشامخ أن يعي جيدا المرحلة التي تمر بها مصر، وأن يتوقفوا عن طرح مشروع هذا القانون إلى ما بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى، وأن يطرح هذا القانون بعد أخذ رأيهم على مجلس الدولة ثم مجلس الشورى ثم إقراره في مجلس الشعب. بمناسبة الانتخابات، انتخابات نقابة المحامين، والله إحنا نسعى جاهدين أن تتم الانتخابات في 2011، حتى ولو لم يشرف عليها القضاء أو عن طريق القضاة مصر، فهناك جهات أخرى قضائية مثل هيئة النيابة الإدارية، فهي جهة قضائية ويحق لأي عضو قضائي من النيابة الإدارية أن يكون مشرفا من ضمن الأعضاء الذين سيكلفوا بالإشراف على نقابة المحامين أو أعضاء مجلس الدولة، فهم جميعا سلطة قضائية ويحق لهم الإشراف على نقابة المحامين حتى نخرج من هذا الكابوس الذي تمر به نقابتنا، لكي يتم اختيار مجلس نقابة نقيبا وأعضاء يتولى الإشراف على مصالح المحامين ورعاية أمورهم، وحتى يتحقق الأمن والأمان في ربوع جمهورية مصر العربية. شكرا. العفو يا فندم، العفو. أصل لك.